حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. ريمكو ويك عم نتوجه بسيارة أو بSUV رائع جدا، نيسان باترول العريق جدا بالشركة اليابانية، وباللبنان كمان عنده اسم كتير كبير بفضل ريمكو اللي كمان هتخبرنا أكتر بترا معروف اليوم عن الرقم العالي من المبيعات اللي كان بعام 2018. بترا هاي أول شيء سيلز مانجر بريمكو. نعم. يعني قبل ما نحكي عن هالبيست اللي معنا اليوم بالاستوديو نحلي ساعة كل حال اليوم على الستيج بدنا نحكي عن نسبة مبيعات كتير عالية حققتها بعام 2018 رغم كل الظروف الصعبة. قدرت ريمكو صح قدرنا نحتل المرتبة الأولى لسنة 2018، السنة الصعبة كتير مثل ما كلنا بنعرف بسوق السيارات وبالاقتصاد إن جنرال بلبنان. قدرت ريمكو تكون شركة رسامي يونس للسيارات تحتل المرتبة الأولى بمبيعات تخطت 5000 سيارة بسنة واحدة. It's a huge number جورج. أكيد الفضل بيرجع لإدارتنا اللي هي كان عندها كامل الثقة بالزبونات وحبت من كل قلبها دايما على مدار السنة تقدم احسن الاوفرز، ولزبوناتنا كمان اللي وثقوا فينا واجوا اشتروا كل سياراتهم من عنا ونحن بدنا نشكرهم كثير. والاهم من هيك يعني بدنا نذكر اليوم عم نحكي ريمكو جروب نيسان، عم نحكي جي ام سي، عم نحكي انفينيتي، وعم نحكي لادا وماكلارن. طيب خلينا نحكي هلا شوي عن هالتحفه الفنيه اللي معنا النيسان هيدي جورج. هي 2019 فينا نقول هيدي كينج اوف اول تيرين من زمان، يعني من سنه 1951 في شيء اسمه باترول، سياره نيسان باترول موجودة بالعالم. هيدا اللي عم نشوفها موديل 2019 بعدها محافظة على انه تكون ملك الطرقات كلها، يعني it's ready for any adventure بتحطها فيها السيارة. الفضل بيرجع للديزاين، البولد ديزاين تبعها، الادفانس تكنولوجي اللي رح نحكي جوا البيست الياباني مثل ما عم نشوف قدامنا، السيارة اللي عم نشوف الفرونت جريل تبعها اللي هو أول ما توقف بوجهها دغري بتقول واو عندها طلة عندها وقفة هيدي السيارة. بفضل فيو يعني عن جد مخيفة، كتير أجريسيف السيارة مع المصابيح العريضة، هالكالندر العريض، الكرام يعني ready to attack عن جد، عن جد. ولكل توجه كل الصعوبات وكل الطرقات، كان صحراء إن كان تلج شو ما كل أنواع الطرقات. بفضل التكنولوجيا رح نرجع نفوت أكتر بالتفاصيل، بدي أرجع ركز شوي على الفرونت فيشيا تبع السيارة مع الفوق لايتس الموجودين، الليد لايت. بتعرف قد ما قلك options بضل في options كتير، رح نركز بس هون على الأشياء المهمة. عم نشوف الالوي ويلز اللي قياسهم 20 إنش اللي بيعطوها stability أكتر للسيارة. عم نشوف من اولها لاخرها قد ايه عم بتكون لوكسري كار وقد ايه بتعطيك المودرن ستايل بادق التفاصيل الموجودين فيها. عم نحكي بالمحرك V8 على كل حال، رح نحكي اكثر عنه بعد شوي، بس بننتقل معك للداخل نشوف ابرز الاوبشنز الموجودين داخل هالبيست فعلا اللي معنا اليوم نيسان باترول 2019. تعالنا على السالون اللي موجود بداخل النيسان باترول، عن جد يعني قاعدة ملكية، داخل مع الخشب مع ستيتشينج بالجلد. عم نشوف الوود تريمز الموجودين جوا جورج كله على الداشبورد، على الكونسول الموجودة حدنا. عم نشوف الهاي كواليتي ليذر بالموجودين منيح ريحة الجلد دغري بنعرف فعلا انه بريميوم ليذر مستعمل داخل السيارة، عن جد موجود بالمقاعد وعلى البواب تبع السيارة مع الستيتشرز اللي عاطينا اليجنس وهيك ديزاين حلو كتير. الالومنيوم الموجود جوا، الكرام اكسنت الموجود بكل السيارة جورج، عن جد دغري بتحس قد ايه بالاناقة وقد ايه لوكسري هيدي السيارة من جوا وقد ايه كلاسي، يعني ما فيك تفوت ما لك قلب ترجع تطلع منها. انا بفكر ضل فيها صراحة خلص فتحة بالسقف كمان عم نشوف يعني صح بتجي فتحة بالسقف، بتجي فيها دي في ديز اكيد حسب الكاتيجوري اللي بتختارها والجريد، بس كلهم جاهزين بايرباكس اكيد سيفتي. هلا بنرجع بنحكي عنهم، عندنا رير كاميرا مع النافيجيشن ماب لبنان. نعم. عم بدلنا على الجويستيك هون يعني متحكم من السيستم اذا بدك القياده اللي بدنا اياه، اذا كان ثلج ان كان صخور عندك ديفرنت مود رود فيك تمشي، اذا ساند اون رود عندك، روك عندك، يعني كل انواع الطرقات مثل ما قلنا جاهزه لاني ادفانس
ادفنتشر يعني حلا طريق بتحط هيدي السياره فيها قادره تكون عم تمشي تضل ستيبل وتضل سيف كار. طب تصور في شيء بيوقف وجه النيسان باترول ابدا. لكن بعد ما حكينا عن داخل كثير بدنا اكيد جوش فيها كثير اشياء بدي اقول غير الكاميرا بلوتوث اوديو كنترول مرايا سينكرونايز على الكاميرا على السيت انتليجنت كي مع ميموري سياره فول اوبشنز عم بتكون كل شيء بدنا اياه موجود كل شيء وصلت له نيسان من تكنولوجي موجود بنيسان على فكرة ترانك كمان على الكهرباء يس ترانك على الكهرباء هيدي 7 سيتر لانه كثير هينه لست او لعائله دغري يكون عندهم ايزي اكسس. بدي اقول كمان السياره فيها ماتيريال هي تنسوليت المجهزه فيها خاصه موجوده بكل الكابن هي بتمنع الصوت من برا بنفس الوقت يعني بتحافظ على تمبرتشر معينه بقلب السياره ايزوليتد على الاخر عن عن الخارج. طب مين حديثنا نحكي محرك وكمان الديل موجود اليوم على نيسان باترول 2019. أكيد لازم نضوي على محرك البيست اللي معنا نيسان باترول V8 مثل ما كنا عم نحكي فترة يعني موجودة بمحركين بـ 2 options جورج في V8 و V6 كمان V6 4 liters وال V8 5.6 liters مع 400 horsepower it provides 516 نيوتن متر of torque يعني السيارة هالقد قوية وأهم شيء أكثر من قوة الأحصنة فيها هو التورك العالي لأنه بحاجة كتير لتورك خلال هيك نوع من ال تورك على هيك حجم قوية كتير عم مخيف بتكون مخيف صح هلأ بينقل 1.6 أو 8 سيلاند حسب الطرقات والمود دو في تبعه أنا أروح لـ8 فرد مرة فيك حتى الستة قوية كتير وفيهم يعملوا تزرة ويجوا يشوفوها للسيارة أنه أبداً مجربة. بالعكس مزبوط السيارة مجهزة بـ VVEL مع DIG Direct Injection بيعطوها stability للسيارة بنفس الوقت excellent fuel efficiency هيدا طلبنا للسيارة بهيدا الحجم جورج بنرجع نحكي عن السويتش الـ 4x4 الموجودة اللي قلنا أنه فيك تاخد المود اللي بدك إياه حسب الطريق اللي أنت فيها طبعا بنفس الوقت السيارة لاحظت قد ايه فيها advanced technology يعني technologies بالسيارة هو كلهم عم بيساعدوا بفضل البادي تبعها بفضل هلا تكنولوجيز عم نقدر نروح على سياره ستيبل وسيف هالقد وعندنا كمان الهيدروليك بادي موشن جورج اللي بيساعد السياره اذا في كورنرينج او حتى على طريق صعب كثير ضل ستيبل نعم. مثل ما قلنا كمان مصروف بنزين حلو بدنا نوصل نشوف الديل هلا الموجود على الباترول 2019 كمان بفايده كثير خياليه بعد ما شرح مفصل اخذناه من بترا عن النيسان باترول 2019 بس في كثير قصص بقى يعني قد ما فينا بس باوتو فوكس اخذنا يمكن الاهم اذا فينا بس في كثير اوبشنز بعد نحكي عنها بترا الفايده اليوم على نيسان باترول لازم واحد عن جد اللي بده يحصل هيك سياره يستفيد كثير من فايده اليوم اذا بده يقسطها صح الباترول بتنضم للسيارات اللي بيمشي عليهم الأوفر تبعنا اللي هو 1.99 انترست ريت البنوك هلا بوقت عالي الفوائد تبعها من وراء الظروف اللي كنا عم نمرق فيها طلعت ل 6.7% ريمكو قدرت تحافظ وتجيب ديل على فايده بس 1.99 انترست ريت على هيك سياره وعلى كل سياراتنا سو لازم تستفيدوا لانه العرض كثير محدود يعني بس ل 15 شباط هذا العرض موجود جورج ديجا صار لنا فتره مبلشين فيه دونك عم بتكون فايده بس 1.99% ماشي كثير هني سعر السياره ستارتنج برايس starting price 70,900 including VAT أكيد حسب الجريد اللي بتختارها عليها كفالة على 4 سنين أو 100,000 كيلومتر اللي بتسبق ونحن موجودين بشياحة باية فردان وبعقلين أو على الهوت لاين 1599 لحتى نساعدكم على لأنه قد ما نحكي عن جد ما بنقدر نشبع من هيدا السيارة شكرا بيترا وجودك معنا كل المعلومات اللي اعطيتينا إياها عن نيسان باترول بكرة أكيد حلقة جديدة وسيارة جديدة تابعونا دائما إلى اللقاء حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك